مولانا تكلمت على سيدنا الإمام أحمد وأن هو مسلكه كان عدم الخوض أصلا في علم الكلام والسكوت والإمساك. كيف نعم نجمع بين ذلك وبين كلام سيدنا الإمام الأشعري دائما في كتبه يعني يقول أن هو إنما يعني كتبه كلها نصرة أراد لمذهب الإمام نصرة أحمد، مذهب وأنه الإمام يقول أحمد أن هو على مذهب الإمام أحمد؟ من حيث النتائج، وكيف نجمع أن الإمام أحمد كان يرفض أصلا؟ من حيث النتائج وليس الوسائل. يعني أهل السنة الأشاعرة والماتريدية خلافهم مع الحنابلة ليس في النتائج. يعني السلف الصالح عقيدتهم واحدة ونتائج بحوثهم واحدة، لكن اختلافهم في إيه؟ في المبادئ. يعني الإمام أحمد بن حنبل ينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات ويعلم الناس التنزيه، طيب، لكن هو يرى إنه الطريقة المثلى في تعليم الناس التنزيه أن تتلى عليهم آيات القرآن وألا نخوض معهم في أفكارهم وجدالاتهم ونزعاتهم العقلية، في حين رأى فريق آخر إن إحنا سنعلم الناس التنزيه عن طريق مناقشة أفكارهم والرد على شبهاتهم. فالإمام الأشعري لما جاء قال أنا أريد نصرة مذهب الإمام أحمد، يعني من حيث النتائج، فالنتائج واحدة. واضح يا شيخ؟ طيب سيدنا أحسن الله عليكم، أي نعم واضح يا مولانا. في سؤال ثاني مولانا، يعني الإمام أحمد يعني في مرات يعني في لما كان يناقش كان يستخدم بعض الألفاظ أيضا يعني ما كانت يعني تعتبر يعني نقدر نقول أنها لها مدخلية في علم الكلام، يعني ما يقول أنه كلام الله مخلوق يقول هو يشبهه بالعلم بصفة العلم، وزي ما تعرفون يا مولانا يعني ذكر أشياء ما كان يقف لما كانوا يعني يصرون على مناقشته أمام السلطان، كان يقول بعض الكلام يعني بعض المسائل، فلا يعتبر هذا أنه الإمام أحمد استخدم علم الكلام في دفاعه وفي ردوده وإن كان بشكل بسيط يعني. نعم، يعني هي لا نستطيع أن نسمي هذا علم كلام أو براهين عقلية، هو يريد تقريب المسائل. يعني الإمام أحمد زي ما قلنا رجل متسق مع نفسه، يعني شوف فقه الحنابلة يا مولانا، فقه الحنابلة فقه محترم لكنه ليس في عمق مثلا الفقه الحنفي، ليس في عمق الفقه المالكي، ليس في عمق الفقه الشافعي، لكنه في النهاية هو فقه. فهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما بيتحدث كما تقول أنت ويمثل أو كذا، هو يريد تقريب المسائل من أقرب وجه دون تعمق في المسائل. فنفس الفكرة، والله أعلم.